الفراء أمير النحو. أبو زكريا يحيى بن زياد الأسدي الكوفي، ولقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام أي يصلحه ويغلب الخصوم. ولد الفراء في الكوفة سنة 144 للهجرة، ثم انتقل إلى بغداد ولم يخرج منها إلا قليلاً لزيارة أهله في الكوفة. أخذ عن الكسائي والرؤاسي وقيس بن الربيع وسفيان بن عيينة وغيرهم، وأخذ أيضاً عن يونس بن حبيب من البصريين. روى عنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم السمري وغيرهما. كان الفراء قوي الذاكرة والحفظ، لا يكتب ما يتلقاه عن الشيوخ استغناء بحفظه. قال ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية، لأنه خلصها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية، لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس فيها عن مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب. قال أبو بكر بن الأنباري: كان يقال النحو الفراء، والفراء أمير المؤمنين في النحو. توفي رحمه الله في طريق عودته من مكة سنة 207 للهجرة.